لا نعرف في أي ساعة بدأ التاريخ، فمنذ زمن سحيق بمصر شهد التاريخ على حضارات بل معجزات تحدت عقارب الساعة رسوخا. فمنذ أكثر من 7000 عام سخر المصريون الطبيعة ليبدأوا حضارة الفراعنة. فهنا في منف، أول عاصمة لمصر الموحدة، بنيت الأهرامات الثلاثة مقابر ملكية، وهي إحدى عجائب الدنيا قديماً وحديثاً. أما هنا في طيبة رفعت أعمدة عاندت تجاعيد الزمن، معبد حتشبسوت بالأقصر هو أفضل ما تبقى من معابد الدير البحري، والتي أنشأت منذ حوالي 3500 عام، ويتميز المعبد بتصميمه المعماري المنفرد. وبالبر الشرقي من النيل نرى معبد الأقصر الذي تأسس في 1400 قبل الميلاد، وأضاف الملكان أمنحتب الثالث ورمسيس الثاني إلى المعبد الفناء والصرح والمسلة. وعلى أزمان متفرقة بنيت معابد الكرنك، وهي من العلامات المميزة في مصر، حيث كان كل ملك من الملوك المتعاقبين يحاول جعل معبده الأكثر روعة ليتميز به عما سبقه، لذلك تحول إلى مجموعة معابد كدليل كامل يظهر مراحل تطور الفن المصري القديم. وعلى الرغم من تمتع مصر بالقوة في عهد ملكها أحمس، إلا أنها كانت تحمل في طياتها بعض الضعف، مما مكن قمبيز الفارسي من غزوها حتى تحولت مصر إلى ولاية فارسية. وفي حدث قد يرقى إلى المعجزات، هبت عاصفة رملية عنيفة بصحراء سيوة، اختفى على إثرها جيش قوامه 50,000 مقاتل، وهو الجيش الذي كان أرسله الملك قمبيز لتعقب وطرد كاهن تنبأ بسقوط حكمه، مما دعا الملك دار الأول من بعده إلى تشييد معبد هيبس تقرباً للإله آمون واتقاءً للعنات الكهنة. وتكمن أهمية هذا المعبد كونه المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي. واستكمالاً لتوالي الحضارات على مصر، جاء الإسكندر المقدوني الذي هزم الفرس وتوج نفسه ملكاً على نهج الفراعنة. كما تم اعتبار الديانة المصرية ديناً رسمياً للبلاد، لتبدأ حضارة البطالمة الذين قاموا ببناء المعابد للتقرب من الآلهة المصرية. وأشهر هذه المعابد معبد دندرة وفيلة، اللذان يعتقد أنهما إرث فرعوني. بدأ إنشاء معبد فيلة لعبادة الثالوث المقدس إيزيس وأوزوريس وحورس، وحوائط المعبد تحكي قصتهم وتجسدها كاملة، كما يؤكد طراز بناء المعبد على عودته للعصر البطلمي، حيث يوجد اختلاف في رؤوس الأعمدة على عكس النمط الفرعوني والذي يتميز بوحدة زهرة اللوتس. وبسبب تعرض الأقباط للاضطهاد تحول المعبد إلى كنيسة للاحتماء فيه، والشاهد على ذلك الصلبان على عمدان المعبد إلى جانب المذبح الكنسي. أما عن معبد دندرة فقد بناه بطلميوس الثالث، ويعرف المعبد لدى العلماء باسم معبد الإله حتحور، إله الحب والجمال والأمومة عند القدماء المصريين. وقد جسد الإله في رؤوس الأعمدة، كما أقيم بالمعبد كنيسة ولكن تم تدميرها بالكامل. وأثناء حكم الملكة كليوباترا السابعة آخر حكام البطالمة، سعت روما لبسط نفوذها على مصر. دخل الرومان مصر في 30 قبل الميلاد وقضوا على البطالمة، لتصبح مصر ولاية رومانية نظراً لأهميتها الاقتصادية. وأعظم ما خلفته تلك الحضارة المسرح الروماني، الذي تم اكتشافه أثناء إزالة التراب
للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، فأطلق عليه الأثريون اسم المدرج أو المسرح. أما عن آخر ما تبقى من معبد السرابيوم أشهر معالم الإسكندرية، عمود السواري. أقيم عمود السواري تقليداً للإمبراطور دقلديانوس، ويعتبر أعلى نصب تذكاري في العالم، حيث يبلغ طوله حوالي 27 متراً. وفي منتصف القرن الأول الميلادي، ومع اندثار الحضارة الرومانية، كانت المسيحية في طريقها إلى مصر، حيث أسس القديس مرقس بالإسكندرية أول كنيسة في مصر وإفريقيا، والتي تعرف حالياً باسم الكرازة المرقسية، والتي تهدمت أكثر من مرة حتى تم بناؤها عام 1870 على الطراز البيزنطي، مع تزيينها بعدد كبير من الأيقونات الجميلة. كنيسة ماري جرجس تعد من أهم الآثار القبطية الأرثوذكسية بمصر وإفريقيا، بل في العالم أجمع، ويعود تاريخ إنشائها للقرن العاشر الميلادي، التي تضم برج الجرس بارتفاع 30 متر، وهو من أهم العلامات البارزة بالكنيسة. كنيسة العذراء في المعادي بنيت تقليداً لذكرى انتظار السيدة مريم العذراء في هذا المكان، للوسيلة التي ستنتقل بها إلى البر الآخر من النيل لاستكمال رحلتها المقدسة في مصر، وسميت المعادي بهذا الاسم نسبة لميعاد الانتظار. وظهرت شمس الإسلام في مصر حينما سلك عمرو بن العاص الطريق الذي اتخذه قمبيزة والإسكندر، مجتازاً سيناء البوابة الشرقية لمصر، وعمرت أرضها بدعائم الحضارة الإسلامية التي أرست قواعدها ببناء مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد في مصر وإفريقيا. ومن بعده مقياس النيل الذي جدد في العصر العباسي. يتكون المقياس من عمود رخامي مدرج يتوسط بئرا من الحجر لتحديد منسوب المياه، الذي على أساسه يتم تحديد الضرائب في العام الزراعي المقبل. وقد احتوى المقياس على نقوش وكتابات أثرية بالخط الكوفي. مسجد السلطان حسن أنشأه السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون سنة 1356 ميلادية، ويتكون البناء من مسجد ومدرسة لكل مذهب من المذاهب الإسلامية الأربعة. مسجد الرفاعي فهو يعد توأم مسجد السلطان حسن المواجه له وشبيهه في الضخامة والارتفاع، وإن كان فارق الزمن بينهما نحو 500 عام. وقد أمرت والدة الخديوي إسماعيل ببناء هذا المسجد ليلحق به مدفن لها ولعائلتها. وبأقصى غرب الإسكندرية توجد قلعة قايتباي، شيدت في 884 هجرياً على يد السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي، وكان سبب بناؤها كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية. مصر سميت بهذا الاسم نسبة لمصرايم حفيد نبي الله نوح عليه السلام، فهي التي أثرت التاريخ بست حضارات وتوجته بملاحم العظمة.